أهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن السويد يجب أن لا تتوقع أن تعطي أنقرة الضوء الأخضر لطلب ستوكهولم الانضمام لحلف شمال الأطلسي في القمة المقرر انعقادها الشهر المقبل ما لم توقف احتجاجات معادية لتركيا في العاصمة السويدية. ونقل عن الرئيس التركي قوله للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من أذربيجان الثلاثاء الماضي إن بلاده لا يمكن أن ترد بالإيجاب على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو في الوقت الذي يتظاهر فيه إرهابيون في العاصمة ستوكهولم. وأما من جانبها فإن أمريكا قالت أن السويد بالفعل نفذت المطلوب منها في إطار المذكرة الثلاثية بينها وبين تركيا وفنلندا، ونحث تركيا الاستجابة لطلب السويد للانضمام إلى الناتو فورا، كما أعرب عن ذلك الجانب الأمريكي. حول هذا الموضوع أكثر يسعدنا أن يكون الضيف عبر الهاتف الأستاذ أحمد حسن المختص بالشأن التركي. أستاذ أحسن أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. الخطاب الأمريكي كان بنبرة حاسمة وحازمة هذا الفور على تركيا أن تستجيب إلى طلب السويد فورا، برأيك هل هذه النصوص أو هذه القرارات التي تخرج بشكل حازم ستؤثر على صنع القرار التركي أو لا؟ لا بالعكس تماما، الوضع الداخلي في تركيا بات مريح جدا، إمكانية التفاوض باتت عالية، من يعني تحرر حزب العدالة، تحرر الرئيس أردوغان، تحرر فريق الرئيس أردوغان من الضغوط الكثيرة في الداخل التركي، ويمتلكون ما يكفي من الأوراق الخارجية والداخلية المرتاحة. هذا التصريح المتشنج من الولايات المتحدة سببه يعود إلى إدراك الولايات المتحدة أن هذا الملف سيكون أداة استثمار مهمة لتركيا في مفاوضات موضوع الطائرات مع الولايات المتحدة، في مفاوضات موضوع الشنغن مع الاتحاد الأوروبي، في مفاوضات تتعلق ببعض الملفات المتعثرة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين والمهاجرين، بخصوص بعض الملفات المتعلقة مع الولايات المتحدة بخصوص التنظيم الموازي، بخصوص قسد، يعني كثير من الملفات العالقة. سيركز الأتراك على استخدام ملف السويد لأنه حاجة أمريكية وحاجة أوروبية ضمن هذا الاتجاه. يعني برأيك بات الأمر الآن ينحصر في مثل هذه الطلبات ولا ينحصر في فكرة أن تركيا الآن تقوم أن هناك يجب تسليم مطلوبين لتركيا؟ يعني إذا ما نفذت مثلا أمريكا وعودها بتسليم الاف 16 أو إعادة الأموال الخاصة ببرنامج تركيا في اف 35 أو إتاحة مثلا الفيزا إلى مواطنين الأتراك في أوروبا، إذا ما تم تنفيذ هذه الطلبات ستتجاوز تركيا ملف الإرهاب؟ نعم، يجب أن نشير أولا إلى أن المقاربة التركية بخصوص المطلوبين هي مقاربة تعطيلية وليست مقاربة بهدف يعني تحسين المفاوضات. يعني حين تم طرح أسماء محددة وآلية عمل تعاون للسويد هي آلية أصلا هدفها تعقيد الملف وليس هدفها حل الملف. يعني تركيا تدرك تماما أن الوضع القانوني في الاتحاد الأوروبي والوضع القانوني داخل السويد وصلاحيات حكومة السويد بخصوص التسليم المطلوبين هي يعني مقيدة جدا بالقانون السويدي، مقيدة جدا بالدستور السويدي، مقيدة جدا بميثاق الاتحاد الأوروبي. فهي تدرك أن السويد قد تستطيع تسليم واحد أو اثنين أو ثلاثة من هذه الأسماء، لكنها غير قادرة على أكثر من ذلك. لهذا السبب تمسك تركيا بهذا الملف مقصود تماما من أجل تعطيل الملف والبحث عن خيارات خارج تنفيذ السويد هذا الشرط. يعني حتى السويد تدرك أن تنفيذ هذا الشرط غير ممكن. يعني مثلا السويد قادرة على تعديل بعض القوانين لكنها غير قادرة على تعديل التشريعات، لأن يعني حكومة السويد لا تمتلك حتى في البرلمان إمكانية الحصول على الأصوات المطلوبة لتنفيذ الشرط التركي. هناك أيضا مسألة أخرى، مثلا السويد إذا قامت بتنفيذ بعض الإجراءات القانونية بخصوص هؤلاء أيضا لديهم وراءهم منظمات كبيرة، وراءهم جهات كبيرة، مؤسسات دولية قد تقوم بموضوع دعاوى، بموضوع دعاوى حقوق إنسان، هذا له ارتدادات كبيرة. لهذا السبب مجال العمل في التفاوض
ليس محصورا بالسويد، وهذا ما تدركه السويد أيضا. لهذا السبب المفاوضات القادمة ما بين السويد والفريق التركي لا يركز فقط على الخيارات المتاحة في السويد، بالعكس تماما يركز على الخيارات المتاحة في الولايات المتحدة والخيارات المتاحة في الاتحاد الأوروبي. أضيف إلى هذا الجانب التصريح المتشنج من الولايات المتحدة، أعقبه اليوم تصريح متشنج آخر من الاتحاد الأوروبي، قال فيه ممثل الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يتم استغلال ملف اللاجئين والمهاجرين سياسيا من بعض الدول، وهي خطوة مسبوقة لتركيا أيضا. يعني هؤلاء بأتوا يدركون أن الشكل الحكومي الذي تم اعتماده في تركيا هو شكل لا يركز على العامل الأمني ولا يركز على العامل السياسي، وإنما يركز على نوعين من آلية العمل. النوع الأول يتعلق بالبدائل الاقتصادية، يعني البدائل الاقتصادية لا تشمل فقط موضوع الأموال وغيرها، وإنما موضوع اتفاقيات اقتصادية، موضوع حل مشكلات اقتصادية سابقة، الموضوع بعض الإشكاليات التي كان يقوم بها الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة. ثم الجانب الآخر هو توظيف السياسة والأمن والدفاع في ملف الاقتصاد أيضا. فلهذا السبب معظم التحركات التركية حاليا ستركز على موضوع حل المشكلات العالقة، سواء في خصوص اتفاقية الهجرة، الأتراك يطالبون بتعديل اتفاقية الهجرة واللجوء، يعني تغيرت الكثير منذ عام 2016 حتى الآن، وهو طلب مشترك ما بين المعارضة والحكومة في تركيا. هناك أيضا جانب آخر يتعلق بموضوع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، الاتفاقيات ليست محصورة فقط بموضوع F-16 وغيرها، إنما محصورة أيضا بأوسع من ذلك، موضوع وصول مثلا آلية العمل الاقتصادي إلى مستوى أعلى من 100 مليار دولار مثلا. هناك بعض الاستثناءات التركية التي تطلبها بخصوص العقوبات، سواء العقوبات على النظام السوري أو التطبيع مع النظام السوري، أو العقوبات المتعلقة بإيران أو العقوبات المتعلقة بروسيا، حيث تطالب تركيا باستثناءات خاصة لتركيا في هذه العقوبات. هناك أيضا من الجوانب المهمة التي تعكس أن هذه الدول باتت تستعد أيضا لموقف معاكس لتركيا، لأنها تدرك أن تركيا ستعقد المفاوضات باتجاهات ثانية، هو موضوع إعطاء الاتحاد الأوروبي فرصة لتركيا بخصوص عثمان كافالا. وهذا الموضوع أعيد حاليا طرحه على تركيا، وأنه يعني سيتم يطالبون بإخراجه من السجن، فهذه أيضا من الأوراق التي سيتم العمل عليها. لهذا السبب في الاجتماعات القادمة الدولية سنلاحظ تماما لماذا جاء هاكان فيدان القادم من الاستخبارات إلى واجهة السياسة الخارجية التركية، لأنه أكثر من خاض هذه الملفات ونقلها من مرحلة الاستخبارات إلى مرحلة السياسة، والآن سيتم توظيفها في مصلحة الاقتصاد.